رأيك بالانتخابات اللي بده يجريها بشار الأسد خلال الأيام القادمة يا أخي؟ شلون صار له 3 سنين ونص وعم يقتل فينا وبأطفالنا وبنسواننا وعم يغتصبون وبدنا ننتخبوه؟ يعني هذا السؤال بدي أوجهه للعالم كله. يعني بأينه حق وبأينه دين وبأينه شرع؟ والدول الإسلامية شو قاعدة عم تسوي برا؟ شو عم تسوي لحد الآن؟ عم ناكل قتل وأولادنا عم تنقصف وأخواتنا ورفقاتنا عم يموتوا قدامنا وقاعدين. الدول العربية، بوجه كلمة لرؤساء الدول العربية، شو قاعدين عم تسووا؟ ايران والصين وروسيا علينا وانتم واقفين؟ لك اينو رب هذا؟ لك اينو رب اللي بتعبدوه؟ لك اهل الكعبه شو قاعدين عم يسووا حوالي الكعبه؟ ما يجوا يجاهدوا عنا. الجهاد فرض عين اخي على كل مسلم. يعني شلون زبطت معاكم هاي؟ انا ما بعرف. يعني بيطلع العرعور هبوا يا اهل حمص قتل العالم، وينو العرعور ما يحكي اهل السعوديه اخي واهل الخليج يدعمونا؟ بس بدي احكيهم انا هاي الكلمه. وهلا انتخبوا بشار اذا بدكم. طيب يعطيك العافيه. ممكن تعطينا رايك اخي بالانتخابات اللي بده يجريها بشار الاسد بالايام القادمه؟ اي انتخابات اخي؟ عن اي انتخابات عم تحكي انت؟ اول شغله اخي، بالنسبه للغوطه تحت، للغوطه تحت والانشاءات، هاي المنطقه اللي يعني بدنا نحكي على الشباب اللي قاعدين فيها وعلى الشبيحه جماعه مدرب، تذكر جماعات مين؟ انه عم تمر السيارة بيعطيه الصورة، صورة بشار الاسد لأي محل من محله، بيعطيه الصورة. في منهم من الشبيحة المتفقة بضل واقف ما قابله قاعد لحتى يشوفوا ينزل الصورة يعني بالصرماي، ومنهم بتلاقيه عمل فتلي ورجع. واذا ما كان حاطط الصورة صاحب المحل، هو طبعا ما راح يسترجع انه ما يحطها، راح يحطه بالصرمون. عرفت شلون اخي؟ اي انتخابات؟ احنا من يومنا، انا من يوم ما وعيت بعرف انا حافظ الاسد اسد 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 اسد. يا اخي اسد شو يا اخي؟ بعدين اي انتخابات عم يحكي عنها؟ انتخابات الدم، انتخابات القصف والدمار اللي عم يصير هون بالوار. يعني كسب الحاضنه الشعبيه فوت شويه خضره وشويه اكل مواد غذائيه لهون للمدنيين. كسب الحاضنه الشعبيه اللي 6 شهور مجوع الشعب والمدنيين وقطع عنهم الكهرباء، قطع عنهم المي. أيو انتخابات هاي بنحكي عنها؟ بشار أسد ساقط. يعطيك العافية يا أخي. الله يعافيك. ممكن تعطينا رأيك بالانتخابات اللي بده يجريها بشار الأسد خلال أيام؟ أي انتخابات هي بتنجرى؟ انتخابات قصف، هاوي، صواريخ، ضرب أطفال. يعني عم يعمل علينا حصار بتقفيل الخضرة وبكل شيء، وعم يحاربنا حزب الشيطان. ما عوف لا نساء لا أطفال، كله مدبح. يعني حصار عنا، يعني بندورة للخضرة شو ممكن تشتري شهوة ما بتعيده. الكيلو بندورة 150 ليرة 200 ليرة، من يشتري؟ أي بني آدم يعني أي مدني بده يشتري؟ السوار شو؟ نحن سوار ما خافين نحارب العالم كله. ما شاء الله اللي عم جبنا من إيران لا من روسيا لا من الصين، منين؟ يعني نحن ما خرجنا شيء. شو معنى هالبارودة؟ شو عم تحارب؟ هالبارودة شو بدها تحارب؟ أول مدفع وشيكة ودبابة وطيران، يعني شو نحن نتحمل لنتحمل؟ يعني الدور كلها وقفت، الدور كلها خربت، ما ضل شيء اسمه دور. يعني نحن هون مخاصرين، بإذن الله جاي لك يا بشار. يعطيك العافية يا أخي. ممكن تعطيني رأيك بالانتخابات اللي بده يجريها بشار الأسد خلال أيام؟ في أي انتخابات هذه؟ يطلع لنا بس أول شيء المرتزقة من سوريا خلال 24 ساعة ما بقبل فيه بشار ولا غير بشار. 24 ساعة بس. نعم. بس أيوة، وهذا كمان أجانب الشبيعة كلها عم يقتل فينا النسوان قبل المجاهدين والأولاد الصغار. أيوة هذا. أي انتخابات؟ هلا طلعنا مرتزقة، شوف 24 ساعة ما بضل حد سوريا، يعني ها يا يهربوا مثل الكلاب. طيب يعطيك العافية يا أخي. أهلا وسهلا.